السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي قناه نادي الجراد العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. ولكن قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش تدوز عندي الانستغرام والصفحه الرسميه خاصه بالقناه. ولا عندك شي تساؤل ولا اي استفسار ما عليك الا تدوز عندي الحساب الشخصي عبر الفيسبوك، وهادو ثلاثه غتلقاهم لتحت في الديسكريبشن. ودابا نخليكم مع الانترو. نبداو اخوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا على بركة الله. طرحت إدارة نادي أولمبيك أسفي تذاكر مباراة الفريق أمام الرجاء العالمي المقرر غدا السبت على الساعة 6:15 مساء على أرضية ملعب المسيرة لحساب الجولة 16 من البطولة الاحترافية القسم الأول إنوي. وحدد الفريق المسفيوي سعر تذاكر المدرجات العادية في 30 درهم و100 درهم بالنسبة للمنصة. وأكد أولمبيك أسفي في بيان أن عملية بيع تذاكر المباراة ستبدأ مساء يوم الخميس على الساعة 2 زوالا، على أن تنتهي اليوم الجمعة على الساعة 10 مساء، وذلك بملاعب شنقيط الأب فرج والمسيرة. وأشار البيان نفسه إلى أنه بأمر من السلطات المحلية فعملية بيع التذاكر لن تتم يوم المقابلة حيث ستكون الشبابيك مغلقة. نجح مسؤولو نادي الرجاء العالمي في تأدية مستحقات اللاعبين الثلاث المتواجدين في لائحة المنع من الانتدابات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وحسب مصدر خاص فمسؤولو فريق الرجاء العالمي تمكنوا يومه الخميس من تحويل المبالغ المالية للحسابات البنكية لكل من عادل الكاروشي، أنس جبرون ومحمد الطاوس. وأضاف ذات المصدر بأنه بالنسبة للاعب الكونغولي فابريس نغوما، والذي كان متواجدا هو الآخر في لائحة المنع من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فقد نجح الفرق في تسوية ملف مستحقاته هو الآخر. ومن المنتظر أن يتم اليوم الجمعة رفع قرار المنع من الانتدابات بالنسبة لفريق الرجاء العالمي بعد تسوية الملفات المذكورة. قرار منع تنقل جمهور الرجاء لمساندة فريقه قرار غير مفهوم وغريب. ماذا اقترف الجمهور الرجاوي لكي يحرم من التنقل؟ لقاء الجديدة الرجاء تم وضع الحواجز الأمنية لمنع الجمهور من دخول الجديدة، فحتى الجمهور الذي كان يتوفر على تذكرة المباراة تم منعه. الأخبار القادمة من أسفي نفس السيناريو مرة أخرى، وتحت ذريعة دواعي أمنية يتم منع جمهور فريق الرجاء العالمي في حين أن جمهور أسفي حضر مباراة الذهاب في الدار البيضاء. كرة قدم بدون جمهور أهذا ما يريدون؟ لا يمكن قبول تحمل تبعات ما اقترفته جماهير فريق الآخر. على جميع المتداخلين إيجاد حل لتمكين الجمهور من مساندة فريق. وهذا هو الترتيب بعد نهاية مرحلة الذهاب. عدد النقاط المحصل عليها 27، المرتبة الرابعة. عدد الانتصارات 7، عدد التعادلات 6 نصفها في عقر الدار، عدد الهزائم 2، عدد الأهداف المسجلة 18، عدد أهداف في مرمى فريق الرجاء 8. الرجاء متأخر بأربع نقاط عن المتصدر خصم الدورة المقبلة. أولمبيك أسفي يحشل الرتبة الخامسة بفارق 3 نقاط معني فريق الرجاء العالمي. عمل كثير ينتظر الفريق، حتمية انتداب مهاجم وصانع ألعاب. الفريق في حاجة إلى التعزيزات، نتمنى أن يعطي كل من الوردي والزرهوني إضافة للفريق. وفي الختام احتمالية عودة اللاعب عبد الإله الحفيظي لأحضان نادي الرجاء العالمي تبقى جد واردة وبقوة فيما تبقى من الأيام قبل إصدار استشارة عن فترة الميركاتو الشتوي. الرجاء العالمي بحاجة لصانع ألعاب قادر على تقديم الإضافة المرجوة، وعبد الإله الحفيظي يملك من الخبرة ما يكفي لقيادة خط وسط الميدان للفريق بالاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة. وهنا خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا سالا. وإلا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش تدوز عندي الانستغرام والصفحة الرسمية خاصة بالقناة. ولا عندك شي تساؤل ولا أي استفسار بغيتي تعرف شي جديد على فريق الرجاء العالمي ما عليك إلا تدوز عندي الحساب الشخصي عبر الفيسبوك، وهادو بثلاثة غادي تلقاوهم في الديسكريبشن. دمتم في رعاية الله وحفظه، ديما رجاء وتعيش الرجاء.